يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يريد أن يداوم على تقديم الوتر في أول الليل أخذا بالحيطة، فهل هذا خلاف السنة أو خلاف الأولى أو يعد بدعة؟ الذي لا يثق من قيامه في آخر الليل يوتر أول الليل، وإذا قدر ورزقه الله القيام آخر الليل يصلي ما تيسر ويكفي الوتر الأول، ما يكرر مرة ثانية، لا وتران في ليلة. أما إذا كان يرجو أو يترجح لديه أنه سيقوم آخر الليل فيؤخر الوتر. نعم.